في مباريات الشق الثاني من دوري أبطال أوروبا التي جرت الأربعاء، ضمن باريس سان جيرمان التأهل إلى الدور الثمانية بعد الفوز الكبير في السويد ضد الفريق المحلي مالمو وبخماسية نظيفة. أما ريال مدريد فحقق هو الآخر فوزا صعبا على حساب مستضيفه شختار دونيتسك الأوكراني وبأربعة أهداف لثلاثة. أما في المجموعة الثانية فحقق فولفسبورغ الألماني فوزا مستحقا في العاصمة الروسية موسكو ضد سيسكا وبهدفين دون رد ليعزز مركزه في الصدارة برصيد 9 نقاط، في حين اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي على ملعبه الأولد ترافورد أمام الضيف بي اس في إيندهوفن ليبقى وصيفا لفولفسبورغ ب8 نقاط. أما المجموعة الثالثة فانتهت المباراة التي احتضنها ملعب الفيتشينتي كالديرون بين الأتلتيكو وغالاتا سراي التركي لصالح أشبال المدرب ديغو سيميوني بثنائية نظيفة. أما بنفيكا فعاد بتعادل بطعم الفوز من أذربيجان أمام أستانا المحلي وبهدفين في كل شبكة، ليتشارك أبناء شبه الجزيرة الأيبيرية في الصدارة برصيد 10 نقاط. أما المجموعة الرابعة فرفعت السيدة العجوز رصيدها إلى 11 نقطة بعد الفوز على المانسيتي بملعب اليوفنتوس أرينا وبهدف ماريو مانزوكيتش. أما السيتيزنز فتجمد رصيدهم عند 9 نقاط، ويأتي خلفهما المارد الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 5 نقاط بعد أن حقق فوزا كبيرا على الفريق الأندلسي إشبيليا وبأربعة أهداف لهدفين، لتتواصل الإثارة في ملاعب القارة العجوز بضمان بعض الأندية تأهلها إلى الدور القادم، في حين ستكون أندية أخرى على موعد مع الجولة القادمة لتقرير مصيرها في أمجد الكؤوس الأوروبية الشامبيونز ليغ.